يا سادة، هنتكلمنا النهاردة عن حاجة مهمة جدا جدا ونصحنا الناس فيها. خلوا بالكم، بلاش الاستدانة الكثيرة، لأن الاستدانة الكثيرة تفضي إلى المهانة. وكل ما الإنسان وسع رزقه وكتر كسبه إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك له، وإن شاء الله يبارك لكم ويوسع عليكم أرزاقكم، وإن شاء الله يجعلنا كلنا في سعة وفي بركة وفي نور وفي فضل. يا رب نسألك مددك ونسألك رزقك ونسألك بركتك. اجعل بيوتنا في أمانك، واجعل بيوتنا محل نظرك، فاملأها يا مولانا بالمدد والبركة والسعة يا كريم يا ودود يا رب العالمين.